اهلا اهلا استاذ جداوي. اهلا اهلا اهلا. ده نظرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي. معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل. انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 وعشرة يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا لا ولا حاجة، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيدة زينب. شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم. انا دايما اصلي جمعة هناك. السيدة زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجة جميلة الحقيقة. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ سته. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. سته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ستة يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك علي يمين. أنا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40. أيوة كده 40 يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا إيه ولا إيه؟ مستعجل الحكومة دي، مش فاهم بتعمل إيه. 3,000 هيكفوا إيه ولا إيه ولا إيه؟ طب أنا أقول لسيادتك حاجة، الوضع ده يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي أيوة والله جداوي 3,000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعمتي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات. خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانضف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، اوراقها محترمة، مفيش غلطة واحدة. يا
اشتري كل الشركات تحت هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من المصانع انا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام ولدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن. امال ارحمها جت ولدتها هناك سميتها علياء. الملكه علياء اضطرت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه انت بطاطه انت بطاطه. عملنا برضه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ايه ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. بابا يا دكتور فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بابا إيه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان أنا ابن حلال وأم عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء أختي. آه صحيح. واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. الأمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا أختك اسمها إيه؟ علياء. علياء آه. بقى أنا أدخلها جامعة محترمة وأدفع لها فلوس قد كده. عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما بتنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان انا مش هسكت. انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو. قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضيع؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء ايوه حبيبتي. اهدي اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا قومنا حضرتك من على التنس. تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه. اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه اروح حاضنها على طول. واحدة من الساعة على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة أروح حضنك على طول واقعد املس على شعري هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. عدي بديك صوره يعني مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل يو دونت هاف ذا رايت تو سبيك تو هير ذات واي ايفن اف شي هاز ا ديفرنت اوبينيون فروم يورز. شي اولويز ديسجريز وذ ماي اوبينيون شيز ا ترابل ميكر. كام داون بليز. We are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء يا بابا. أمال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء ولا هي أختك ليها اسم تاني بالإنجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No!
انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. معقوله يا بابا ما تعرفش ايهاب ودي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه. ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب ودي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت تاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. لو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعه. لا عارفه بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات. حزين عليه يعني. لا هو مات راخر. نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي. عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين. مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه؟ بس بصراحة الوحيدة اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصية دكتورة جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتورة جيهان لما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا، تدينا انا دروس خصوصية.